اليوم رح نعمل هيك تجربة خفيفة لطيفة، الهدف منها بس انه نوعي شوي صغيرة، نذكر الأشخاص شبابنا الحلوين يعني في البلد، شبابنا الكويسين، شبابنا اللي دائما منخاف على صحتهم، نحاول انه نحكي معهم بهذا الموضوع شوي صغيرة. فحضرت هيك مسابقة خفيفة لطيفة ورح احاول انه اسأل شوية اسئلة، وهلا بحكي لكم شوية المسابقة. فمعانا حارث. صباح الفل سيد حارث. الله يسعد صباحك حبيبي، يعطيك العافيه. الحمد لله رب العالمين. الله يسعد حبيبي. حارث بتدخن؟ نعم. طيب حارث، العب انا وياك لعبه صغيره، راح اسالك سؤال تمام. اول شيء احكي لي ليش بتدخن؟ والله للاسف ما في سبب. ما في سبب؟ والله ما في. قد ايش صار لك بتدخن؟ يعني تقريبا صار لي من التوجيه. تقريبا من التوجيه يعني كم سنه؟ يعني هسه انا حوالي تقريبا 23، تقريبا 3 سنين ونص تقريبا. طيب بتعرف اضرار التدخين صح؟ طبعا. من اضرار التدخين ايش؟ يعني اللي هو مثلا ممكن امراض سرطان رئه، اشياء زي هيك يعني. طب مش مفكر تترك؟ والله يا ريت، بس للاسف يعني زي ما تحكي صار زي عادي اكثر من ادمان. عرفت؟ طب معك دخان صح؟ طب تعال نلعب انا وياك اللعبه. راح اسالك سؤال تمام. ما تغش، قاعد بتغش. راح اسالك سؤال، اذا بتجاوب صح بعطيك دينار، كل سؤال صح بدينار، بس كل سؤال غلط بتعطيني سيجاره. شو رايك؟ حلو، موافق؟ يلا بنخفف لك دخان اليوم. ما فيش. كم سؤال بدك؟ براحتنا. طيب يلا، هذا الأسئلة هاي اللي جبتها بحسب موقع منظمة الصحة العالمية. طيب حارث، كم شخص بتوفى سنويا من التدخين بحسب منظمة الصحة العالمية بشكل عام؟ بالعالم كثير. مليون؟ ملايين؟ ملايين. كم مليون؟ 3 مليون تقريبا. أكثر؟ أكثر. 12 مليون. أقل؟ أقل. 8 مليون. يعني قربتوا بس خطأ. هات سيجارة. جمعنا له، هاي اول واحده راح الدخان. خلص. طيب 6 ملايين شخص يقتل التدخين بحسب منظمه الصحه العالميه كل سنه. طيب سؤال ثاني، ما تغش. من هؤلاء الست ملايين بحسب الموقع في شيء اسمه مدخن سلبي صح؟ يعني الناس اللي ما بتدخن بس بتشم الدخان. بالضبط. من هذول الست ملايين كم شخص بتوفى من المدخنين السلبيين؟ منطقيا ممكن يكون 1 مليون. يعني قربت بس اقل شوي. 800 ألف. زي خطا. 600 ألف. هات سيجاره. يعني. اذا 600 ألف شخص يتوفون من التدخين السلبي في العالم. هاي كمان اخذنا منه كمان سيجاره. خذ الباكيت كله وخلصنا. طيب طب حارث، التدخين يقتل 80% من الاشخاص هذول في الدول الفقيرة ولا المتوسطة ولا الغنية؟ يعني متوسطة الدخل، الفقيرة الدخل ولا المتوسطة الدخل ولا الغنية؟ فقيرة. قربت. متوسطة معناته. كمان برضو. الغنية؟ لا، الفقيرة والمتوسطة. فقيرة متوسطة. كويس، لك دينار. هاي واحد صح. بس بدك توعدني. توعدني ما تشتري فيه دخان. إن شاء الله. وعد. وعد. خلاص اوكي. طيب اذا الدول الفقيره ليش برايك حارث الدول الفقيره والمتوسط الدخل بيكون فيها القتل اكثر بالنسبه للدخان؟ عنايه صحيه او توعيه اقل. ممكن شيء زي هيك، يعني زي بتكون عنايه صحيه مثلا اقل من طاقم طبي، ممكن الوعي اقل عندنا من التدخين بشكل عام، ممكن او ارتجاء الى اكثر. طيب اخر سؤال حارث، كمان كم سيجاره اخذنا منك؟ ناخذ منك 3. طيب بدنا ناخذ منك كمان كثير عندي اسئله. لا كثير. طيب من كل 10 اشخاص التدخين يقتل من البالغين كم واحد؟ التدخين يقتل من البالغين من 10 اشخاص 7 أو 6. لا هو اقل. واحد من 10. هات سيجاره. واحد من هات. خلصت؟ الحمد لله، نحتفل. احتفلنا. شكرا يا حارث، خلصنا لك. قطعناك من اخر سيجارتين بس. والله ما تشرب في دخان. طب شو تعلمت من هاي التجربه؟ والله هو انا الافضل، يعني ان شاء الله تكون هاي يعني توعيه، وان شاء الله باذن الله يعني منتج جديد. بالله عليك توعدني ما تشرب في دخان، وبالله عليك توعدني انك تخفف. توكل على الله. والله بعد قول يا رب. حبيبي حارث، حبيبي شكرا. طيب كمان ناخذك. طيب خلينا نمشي كمان نحاول نشوف. صباح الخير عمي، كيف الحال؟ حياك الله. بتدخن؟ لا ما بتدخن. ليش؟ لانه ما بدخنش. مره واحده دخنتها بحياتي. قحقحت 3 ايام ومنها الحمد لله رب العالمين. برافو عليك. برافو. يعني هسه الحمد لله رب العالمين ما بتدخن. لا بدخن. الحمد لله. طب شو بتحكي للشباب اللي بدخنوا؟ بنصحهم كلياتهم
يعني انه يبطلوا التدخين، اللي بيدخن يبطل التدخين، اللي بيزيد اللي بيدخن اكثر من باكيت يخففه وعلى ضوءها بخفف مشان الصحه. حلو حلو، برافو عليك عمي. امبارح كان يصادف اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، حلو، متابع حضرتك وبتعرف انه التدخين يقتل 6 ملايين شخص 100% 100% بسبب التدخين. وعندك اولاد حضرتك؟ نعم. بدخنوا؟ واحد منهم بدخن. طب شو نصيحتك له؟ بس خفف يعني، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. شكرا عمي، بتمنى لك الصحه. شكرا شكرا جزيلا. نحاول في معنا وقت ناخذ كمان مسابقه. صباح الخير. صباح الخير. صباح حالك. الله يسلمك. هلا بيك. بتدخن؟ بدخن والله. معك دخان؟ معي. تلعب هاللعبه على السريع؟ بلعب. بسالك سؤال، اذا بتجاوب صح بعطيك دينار، اذا بتجاوب غلط تعطيني سيجاره. ماشي. شو رايك؟ ماشي. يلا عليهم. طيب التدخين بيؤدي إلى مجموعة سرطانات، عدد من السرطانات كم سرطان؟ الرئة. كم عددهم؟ كم سرطان له علاقة مباشرة بالتدخين؟ كم عدد يعني كم نوع سرطان له علاقة مباشرة بالتدخين؟ رح أساعدك، أكثر من 10. حوالي 15. 13. هات سيجارة. فش اليوم. إذن هاي خففنا اليوم 3 سجاير بالشعب الأردني. طيب طيب، منظمة الصحة العالمية هي المسؤولة عن الصحة في العالم، تحكي لك من هون لسنة 2030 يعني من هون لتسع سنين الدخان رح يصير يقتل عدد معين من الملايين في السنة. كم مليون من هون لل 2030 الدخان رح يصير يقتل؟ من هون 2030 يعني حوالي 3 مليون. والله أكثر يا عمي. 5 مليون. أكثر. 8 مليون. صح، هاي ليرة. تخيل بس عمي، بتوعدني هذا السؤال. تفضل السؤال. صاحب دينار بس توعدني ما تشتري فيه دخان. إن شاء الله. وعد؟ إن شاء الله. على التلفزيون؟ إن شاء الله. وعد. إذا نشوف 8 ملايين شخص بموت وراح يموت من التدخين عمي خلال من هون ل 2030 و13 نوع سرطان مرتبط بالتدخين. دير بالك. إن شاء الله يا سيدي. طيب شو رأيك تخفف؟ ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. انا البكاء يقعد معي يومين بس. خليه يقعد اسبوع، خليه ما يقعد بالمره، خليه يطير. نحاول ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. الله يسلمك. بتمنى لك الصحه. شكرا شكرا شكرا. يعني انا بتمنى شكرا عمي، بتمنى لك الصحه يا رب. طيب انا بتمنى بانه بهالعجاله من الوقت ما كان عندنا وقت يعني كافي، ولكن اكيد موضوع كثير كبير، وبالنسبه لدوله زي الاردن تحتل المرتبه الاولى عالميا في التدخين موضوع مهم جدا، واعتقد انه كل الجهود لازم تتكاثف، والجهود الرسميه والاهليه والخاصه ايضا، لحتى نخلص من هاي الافه ان شاء الله. بتمنى الصحه للجميع وشكرا لكم. نهاركم سعيد.